اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واجدد الترحيب بضيف العزيز السيد سفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق ورئيس حزب المؤتمر. اهلا بحضرتك مره ثانيه. وكنت بسالك على وزاره المهندس ابراهيم محلب. هو بعد ما تولى الوزاره في ناس بتقول ابراهيم محلب، بس يعني خلينا نقول زي ما احنا متعودين. والله احنا بنقول له طول عمرنا محلب، يعني على اساس ان هو صديق قديم. المهم يعني فخلينا في هذه الوزاره الحديثه حتى الان، احنا ما شفناش طبعا يعني لسه الوقت لم يمر بشكل كافي عشان نحكم بشكل موضوعي، لكن التحركات ان يبقى رئيس الوزراء واضح ان في تكليفات بتقول كده صراحه، قاعد معاهم قال لهم مش عايز اشوف حد فيكم قاعد على المكتب. وهي دي طبيعته. انطلقوا كل واحد يشوف مصلحته في المكان اللي المفروض يروحه. لحد دلوقتي شايف الاداء ازاي؟ طيب نقسمها ثلاث حاجات عشان يعني ما ندخلش حاجه في حاجه. تمام. اول حاجه شخصيه رئيس الوزراء مهندس ابراهيم محلب، عمليه التشكيل، الاداء الحالي، شخصيته. هذا الرجل انا اعرفه من سنين، ولعلم الجميع يمكن ناس كتير ما تعرفش الحقيقه ديت، هو له علاقات افريقيه وعربيه قويه جدا جدا. مولي العرب. وكان ضمن الوفد المصري لما رحنا قمه افريقيا في مالابو في يناير، في غينيا الاستوائيه، في يناير، في اسف، في يوليو 2011 بعد ثوره 25 يناير، وشفنا اداء هذه الشركه واداء هذا الرجل وعلاقاته هناك. فهذا الرجل الحقيقه شخصيا وعمليا رجل تنفيذي، فمش هنتكلم كتير عشان ايه، يعني هو واضح شخصيته واضحه. طيب. عمليه التشكيل، قبل التشكيل سريعا كده في كلمات بسيطه تفسر بايه ان المهندس ابراهيم محلب طوال يعني توليه وزاره الاسكان وفي اشاده دائمه بيه، اول ما كلف برئاسه الوزراء بدانا نسمع في نفس اللحظه نغمه طلعت وعليت فجأة، اختفت بعد كده بس ارتفعت بشكل كبير جدا. الحزب الوطني، الشخصية المقربة من أبناء الرئيس الأسبق، لجنة السياسات، ده طبيعي. الكلام ده لم يذكر طوال يعني توليه لوزارة الإسكان. فجأة ومرة واحدة طلعت النغمة دي وارتفعت. تفسيرك ليها إيه ببساطة؟ ده شيء طبيعي، ودي مرض موجود في الحياة السياسية المصرية اسمه الاغتيال المعنوي. ده شيء ما يعني، وأي واحد هيجي بعد كده هيطلعوا حاجات وهيقولوا عليه حاجات. ده مرض موجود في الحياة السياسية المصرية اسمه الاغتيال المعنوي، وده هيفضل موجود. وهو حتى الرجل لم يرد ولم. طيب النغمه دي تحديدا في اللحظه دي تحديدا تعتقد ان مصدرها، منبعها كان فين، مين؟ لا، في تيارات كتيره. احنا برضو احنا ايام من 25 يناير حتى الان اي واحد بيجي يتعين في اي وظيفه بيطلع عنه من جماعات الاخوان، بيطلع عنه من الناس يعني الحكومه اللي قبل كده برضو، ما احنا كنا بنقعد نقول عليها دول مش عارف ايه وهكذا. دي عمليه طبيعيه جدا في الحياه السياسيه، واي واحد سياسي ناوي يعني يدخل هذا المضمار لازم يتحمل هذا. تمام. التشكيل، تشكيل الوزراء ويقعد مع ناس وما ما يجيبهمش وناس تعترض ومؤسسات توافق وقصه. التشكيل ده يعني الحقيقه يمكن احدث كده نوع من الرجع في المجتمع المصري، انه طبعا هو اي واحد بيروح يقابل رئيس الوزراء بيبقى مرشح مش مختار. يعني صحيح. انت مرشح لهذه الوظيفه، ممكن تيجي وممكن ما تجيش. لكن طبعا احنا نتسابق على الفكره وبنطلع نقول ان احنا اخترنا مثلا او حاجه كده، فحصلت هذه الرجه. فهذه الرجه كانت اعتقد انها كانت سيئه جدا، ويمكن حتى يعني اصابت البعض بنظره سلبيه ناحيه بعض الناس اللي كانت استبعدت ثم قبلت انها تعود. ومش هنقول بقى مين يعني. الاداء استبعدوا ثم قبلوا ان هم يعودوا في نفس الوزارة. تكلم على الثقافة مثلا، يعني كذا حد. لا كذا كان حد. كان قابل ثلاث مرشحين المهندس ابراهيم محلب ورجع تاني مرة تانية جابه كذا على الآثار. في وزارات اعتقد كان في صعوبة ان حد يجي فيها الناس. يعني ما ينفعش ان انت تستبعد ويقابل مرشحين مكانك بعدين بعد كده تقبل ان انت. مين غير الثقافة؟ لا، في الرأي وفي حاجات كتير. طيب المهم بس ده مع احترامنا لكل. الأداء، الأداء طبعا متميز 100%. الأداء متميز وبيعكس شخصية هذا الإنسان. وبيعكس إنه أعتقد إن هيبقى فيه حزم وحسم خلال الفترة اللي جاية. هو كرجل يعني كان بيدير إمبراطورية اللي هي المقاولين العرب في يوم من الأيام، كان بدون الحزم والحزم ما كانش يقدر يديرها. صحيح. وهي متشعبة وممتدة في أنحاء العالم يعني. فلا طبعا أنا أعتقد إن هو هيكون قادر على هذا. وانت دايما انت بتدي مثل بنفسك
والاخرين لازم هيقتدوا بيك. ما ينفعش ان انت تطلب الحزم والحسم والحركه والتواجد مع الناس وانت قاعد في مكتبك، لا انت هو بدا بنفسه ونزل وراح ولف وبيتصل بالناس. على فكره عمليه الاتصال المباشر دي من اهم الموضوعات ومن اهم الحاجات اللي الواحد اكتشفها في العمل السياسي الداخلي. طيب ان انت الناس محتاجه ان انت تشوفك وتلمسك وتقف معاك وتتكلم معاك. طيب سيادة سفير، في حاجه كنت دائما بتضحك ليه؟ احب ان انا اكلمك. بتدبر حاجه ليه؟ دائما في حاجه كنت يعني بحب ان انا اكلمك فيها بس ما كانش بيجي يعني الوقت الكافي للحديث فيها، فانا استغل برضو النهارده وجودك معايا واسالك على المصطلحات اللي طلعت من بعد ثوره 25 يناير. فلول. فلول كان لحد فتره معينه بنسمع الفلول، وكان هو المصطلح يعني الاعم وكان منتشر بشكل كبير جدا. بعد فلول بدانا نسمع حاجه تانية، الطابور الخامس، بدات الفلول تنحسر شويه كلمه فلول ويظهر بدلها الطابور الخامس. تفسيرك لمصطلح الطابور الخامس ايه هو؟ لا هو مش عايز التفسير العلمي التاريخي. لا لا انت عارفه مثلا في الحرب العالميه الثانيه كان في الناس بتتكلم على دلوقتي. على فكره وحتى الطابور الخامس لا تطلق على اللي بيحصل دلوقتي في مصر. ما هو ده السؤال، ده حاجه ثانيه. يعني الطابور الخامس فلان، طابور الخامس فلان، طابور الخامس. لا الطابور الخامس ده وشخصيات يعني بتحتل يعني مناصب وبتحتل يعني يعني مراكز في الدوله يعني. لا لا انا ضد الفكره دي طبعا تماما، وهي حتى تعريفها علميا زي ما سيادتك تفضلت هي خطا. مفيش حاجه اسمها طابور خامس، ده في ناس طلعوا في حاجه اسمها طابور سادس كمان دلوقتي. اسمها يعني انا مش عارف الطابور السادس. لا ابتدى بعض الناس بتتكلم فيه. المهم اختلاف الرؤى ما ينفعش ان هو يكون ده يعني يعني يساوي خيانه او يساوي عدم وطنية. ما تمشيش يعني، ده يبقى إدارة عارف حدامة أكتر منها إيجابية وعايزة تبني البلد. لكن إحنا فعلا أصبنا بهذا الموضوع بعد 25 يناير، إن كل واحد كان بيطلع مثلا على منصة في أحد الميادين ويكلم فعشان يمحو الآخر من الخريطة السياسية يقول يطلق عليه مثلا كلمة طابور فلول فلول. ويعني انا لما طولت الوزاره يعني نلت نصيب ده من فلول يا سيادة السفير. احنا من فلول من ايام الملك. العيله يعني فلول من ايام الملك، عشان لو حد عايز يرجع بالتاريخ احنا من ايام الملك فاروق. بتسهلها يعني. يعني محدش يتضايق مننا. ولكن احنا وطنيين وبنعرف مصلحه بلدنا فين، ومستعدين نلبس يعني افرول ونقف كعساكر مش كظباط في اي مكان يطلب مننا ان احنا نؤدي فيه. طيب اتقال على ان في مستشارين لرئيس الجمهورية طابور خامس، اتقال على الحكومة السابقة شخصيات فيها كتير جدا من الطابور الخامس، لحد دلوقتي وزراء موجودين في ناس بتقول عليهم ان دول يعني طابور خامس وعملاء، اصل دول بتوع امريكا، اصل دول بتوع المكان. هل في حد في مصر فعلا من المسؤولين الكبار اللي موجودين في مصر بتاع امريكا او طابور خامس او او ضد مصلحة الوطن او يعني ده موجود؟ لا لا انا برضو ضد الفكره دي. هو كان ايامها الحقيقه الدكتور البرادعي يبدو انه حط ايده في الحكومه تشكيل الحكومه الماضيه بتاعت حازم البلاوي، ثم ترك الحياه السياسيه في مصر. فلما بيحصل اختلاف بقى في وجهات النظر فالناس بتقول لك لا دول بقى بتوع الدكتور البرادعي، دول الناس اللي هم بيؤيدوا وجهه نظره وطريقه اقترابه من المشاكل. يعني عنده منهج كان ونحترمه ولا نشكك في وطنيته على الاطلاق. فالاختلاف بقول لحضرتك، لكن هي الخطوره في ايه؟ ان داخل الحكومه الواحده في ظروف استثنائيه بتمر بيها مصر لا يسمح بان يكون في هذا الخلاف نغم نشاز. لازم يكون في توافق ومسؤوليه مشتركه ومسؤوليه تضامنيه ما بين اعضاء الحكومه كلهم في مواقف صعبه بتمر بها الدوله. فهو ده اللي انشا هذا اللغط اللي موجود. لكن كل من تولى، انا اؤكد لك ان من 25 يناير وحتى الان هم ناس لهم نصيب كبير جدا في الوطنيه المصريه، ومفيش داعي ان احنا نقعد نشكك فيهم. اختيار المستشارين في رئاسه الجمهوريه ممكن يكون في وده ده على مر التاريخ ممكن يبقى في خطا يعني مش مشكله يعني كفاءه قدره يعني ثقافه مختلفه بالظبط، ممكن رؤيه سياسيه مختلفه لكن بالزبط. تصل الى درجه لا 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 يعني انا معلش العماله والسير في مخططات خارجيه اذا انا بسالك مش بحكم اذا يعني اي اشاره او ثبت اي حتى كده همسه او لمسه
من هذا الموضوع. انا اعتقد ان هو يجب تغيير هذا المسؤول فورا، مفيش اي مجاملات في الفتره الصعبه. احنا عندنا اجهزه رقابيه وعندنا اجهزه امنيه، اعتقد يعني على مستوى عالي يعني، والعلم كل حاجه مكشوفه، ده التليفونات على الهواء كله، مش محتاجه مش محتاجه. طيب الانتخابات الرئاسيه القادمه، يعني في ناس بتتكلم على ان يعني مش محتاجين فترة طويلة في الدعاية الانتخابية، احنا عارفين كل الشخصيات اللي هتنزل لحد دلوقتي او الاحتمال تنزل خلال الفترة القادمة، فمش عايزين المدة تطول اكتر من ده. طول المدة غلط، مؤثر قد ايه على الحالة اللي مصر فيها ست سنين؟ لا طبعا غلط، طول مدة الفترة الانتقالية خطأ جسيم. احنا بقالنا 3 سنين او شوية عمالين نلف حوالين نفسنا ولم نتقدم خطوة للأمام. نلف حوالين نفسنا طبعا، ولا بنرجع ورا؟ مش عايز اقول لك ان احنا بننزل تحت، مش نرجع ورا، يا ريت نرجع ورا، احنا بننزل. المهم ده ترجع ورا دي كويسه يعني. في امل ان انت ترجع تاني قدام. لكن للاسف 3 سنين فتره انت انا هيقعدوا يقولوا لك لا في الثورات مش عارف دول قعدوا كام سنه دول، ما فيش مانع، لكن احنا دوله 90 مليون وعندنا مشاكل وعندنا وموجودين في منطقه الناس كلها متربصه بينا ورغمة. فما ينفعش ان انت يبقى عندك هذا رفاهيه الوقت اللي انت كل حاجه طبيعيه ومفيش مشكله، ونقعد وندرس القوانين وناخد وقتنا وتروح مجلس الدوله وترجع وتروح مجلس الدوله وترجع. لا يا جماعه احنا تحت ضغط الوقت، واكد لكم ان الوقت ده مهم جدا جدا جدا. حسم الامور انا اعتقد ان هو ده اللي هيسيب الدوله المصريه بالاستقرار، وهو ده اللي هيوصلنا للاستقرار. لكن طول ما الامور كده سائله ده بيسهل امور او بيسهل تنفيذ الطرف الاخر لمخططاته واثبات ان الدوله رخوه. انت لسه ما وصلتش للدوله الفاشله. انت دلوقتي لما يموت لك ناس في ليبيا ومش عارف حماس تعمل ايه على الحدود عندك، وعندك توتر مع اثيوبيا. قبل ما قبل نخرج بالنقطه دي حضرتك اللي ذكرتها، موقف الخارجيه المصريه، انت لسه هتوصل موقف الدوله المصريه تجاه ما حدث في ليبيا بيرضيك انت شخصيا؟ يعني احنا استدعينا السفير الليبي ويعني وعرضنا له كده، ما ينفعش يعني اللي بيحصل في ليبيا. الموقف ده هو لا ما برضه رفقا الاقوى سؤال رفقا ب يعني ردود فعل الدوله، بمعنى ايه؟ ان احنا في ناس نزلت على الفيسبوك ان السادات دخل ليبيا وخرج، لا مش هينفع الكلام ده يعني. مش الظروف الدوليه والظروف الاقليميه مختلفه، فرفقا بالدوله المصريه صحيح ان في كروت تقدر تستعملها وتلعب بيها، ولكن انا اؤكد لك انه انت يعني لحد كبير جدا اذا تكررت هذه الحادثه، وانا بضعها في خانه ان هي يعني نوع من التاثير على كيان مصر وعلى هيبه الدوله المصريه، انا بضع هذا الموضوع في هذه الخانه. اذا تكرر هذا الموضوع يمكن يكون لك برضه يعني تصرفات اخرى اكثر شده واكثر، وبرضه زي ما قلنا بالنسبه لقطر ولا نحن يعني نعذر الدوله الليبيه على عدم قدرتها على سيطره الامر بشكل عام، مش على المواطنين برضه. ده مش مبرر، ده مش مبرر. ولكن انت لازم يكون عندك خططك من الان، تفكر ان انت ممكن تجلي الذي يريد ان هو يترك هذه الدوله من المصريين. الرعاية المصريين دول هم اهم حاجه، وهم دول الاساس في ان انت تفكر فيهم في الفتره ديت، وحصلت قبل كده حاجات مماثله. طيب اخر سؤال، تتوقع ان احنا نشوف مفاجات في الاسماء اللي ممكن ترشح نفسها للانتخابات الرئاسيه خلال الايام القادمه، ولا خلاص احنا كده عرفنا هو السيد حمدين صباحي هيترشح؟ الكلام على الفريق سامي عنان، ناس كتيره جدا منتظره المشير عبد الفتاح السيسي. في حد ممكن نشوف شخصيات؟ هيكون في شخصيات، بس مش شخصيات ترقى الى وزن الاسماء اللي سيادتك تفضلت بيهم. هيكون في شخصيات كتيره تانية من اللي هي بتهوى فكره الدخول في السباق الرئاسي لتحقيق مكاسب اعلاميه ويمكن ماديه احيانا ومعنويه. ماديه؟ في ماديه؟ هقول لك بعدين. عشان الواحد يترشح على الموضوع فيه مكسب. والله تنفع تمثل الشباب. أشكرك شكرا جزيلا السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، شرفتنا. شكرا. ونتمنى دائما لقائك، نستمتع بحوارك وبتحليلاتك السياسية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. صوت الناس إن شاء الله مستمر مع حضراتكم غدا من 10 صباحا وحتى 6 مساء. استنونا.